11 أولا أليف بدلالة المادة بدلالة المادة 11 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية الدولية رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج ويضحك هذا الشخص يعلج ويضحك يعلج ويضحك يضحك يعلج هذا التقدير للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات ارتكابه إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا لأحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل